لو كويز. لو كويز في كلمة شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ أحسن لاعب تونسي؟ إيه اليوم. برشا ملاعبية هما والله بالحق برشا ملاعبية، لكن السنوات الأخيرة هذيا يوسف المساكن. أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ طارق ذياب. شكون متوسط الميدان اللي يعجبك اليوم في تونس؟ عتشوف فيه كمال زعما نفس البروفيل عندك أنت وياه. فما غيلان الشعلالي هو ينجم يكون من الملاعبية القراب. أحسن تعتبره متوسط ميدان في تاريخ تونس؟ نبيل معلوق. ملاعب خدام برشا؟ علي بومنيجل. ملاعب كركار بالعكس؟ كركار؟ بتاتر بشير المقعدي بتاتر بشير المقعدي. باش كنت اعتبر احسن متوسط ميدان في العالم؟ في العالم زيدان. في العالم كيف كيف شكون احسن لاعب في العالم؟ مارادونا. احسن مدرب تونسي؟ لا برشا مدربين، فما برشا مدربين يعني حق، فما سي يوسف الزواوي، سي فوزي بنزرتي، سي نبيل معلول، فما العديد من المدربين الممتازين في تونس. هذا احسن مدرب، معناش شكون احسن مدرب، عندنا مدربين عندهم الكفاءة وعندهم من الخبرة اللي بالحق راهو قادرين ديما. فما الاحسن؟ لا ما فماش الاحسن ولا لا الاحسن، تعرف يعني ما بين احسن مدرب واحسن مدرب راهو بالالقاب راهو بالتتويجات، لكن كمدربين وكاسماء عندنا من الاسماء كبيره في تونس راهو. احسن مدرب دربت عنده انت؟ برشا مدربين. مدرب عنده فضل عليك؟ كلهم عندهم فضل علي. مصعبك. احسن مدرب في العالم؟ احسن مدرب في العالم جوارديولا. هذه جاوبت عليها، معناها مش كلهم مدربين باهين. جوارديولا هذه جاوبت عليها. العالم مش مدرب في تونس. اقرب لاعب ليك شكون كان؟ اي واخد بقى، فما حمدي كسراوي كان قريب، اسكندر صويح كان قريب. ما عادش اليوم الحق كل واحد ولا يعني في مشاغله ولا صح. في الكلاسيكو بين الكلوب ويتوال شكون تشجع؟ يلعب خير يربح، ما يهمكش اللي يلعب خير يربح بالنسبه لي. احسن بونتو سجلته انا؟ احسن بونتو سجلته تنجم تقول خاطر بحكم القيمه نتاعو وقتها، بحكم الحدث وقتها، هو نهائي كاس تونس نادي الفريق. بونتو مزيان؟ بونتو مزيان ضد لا اله الا الله محمد رسول الله مع المنتخب وقت ربحنا 4، سجل 2 اهداف، واحد بالراس واحد تزيده من البعيد، غالي السودان وقت لعبنا ضدها. هدف تمنيت لو كان انت سجلته؟ هدف تمنيت كان ايه اللي تمنيت نسجل ضدهم، كل سجل ضدهم. اكبر سالير خذيتها؟ عادي ما عنديش 6 6 ملايين في تونس؟ في تونس اي في تونس. في بارتيزون بلغراد و ديس يمكن. اقل سالير خذيتها؟ اقل سالير خذيتها 180 دينار. كانت هذه لوكويس. باه نكملوا مع البريك الاخر كمان.